اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض سليبر كاروهات بقطعه واحده. زي ما احنا شايفين ده شكله السليبر، هيكون مناسب لمقاس من 38 ل 39، وكمان خطواته هتكون سهله وبسيطه. خليكم معانا لاخر الفيديو، هننفذها مع بعض خطوه بخطوه، فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي. لكن قبل ما نبدا، لو كنتم بتتابعونا من اليوتيوب اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. اما لو كنتم بتتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز سكرين بيبي، وده خيط متوسط السمك، وهنستخدم معاه إبرة مقاس 3. وكمية الخيوط اللي هنستهلكها من كل لون هنستهلك اقل من 50 جرام. ولو حبيتوا تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشيه اونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم. هنبدأ سلسلة البداية. في مقاسنا هتكون 52 غرزة سلسلة، وسلسلة البداية هي اللي هتحدد معانا طول السليبر. هنقيس سلسلة البداية على مقاس القدم من بداية القدم لنهاية القدم، والسلسلة تكون مشدودة. احنا هنعمل كل مربع هيكون عرضه 5 غرز. هنسيب اول 3 غرز وهنبدأ في الغرزة الرابعة. نعمل اول غرزة عمود بلفة، ودي هتكون الغرزة الثانية. هنحسب سلاسل الارتفاع او السلاسل اللي سبناها، هي اول غرزة، والغرزة الثانية هتكون غرزة عمود بلفة الاولى. هنبدأ في الغرزة الثانية، نعمل غرزة العمود بلفة اللي عليها الدور، والغرزة اللي بعدها هنعمل فيها الغرزة الثالثة، وهنعمل الغرزة غرزة العمود بلفة الرابعة في غرزة السلسلة اللي عليها الدور. كده كوننا أول مجموعة أو بداية أول مربع، 4 غرز عمود بلفة بالإضافة لسلاسل الارتفاع أو السلاسل اللي سبناها. هنبدأ ندخل اللون التاني، هنبتدي نوصل اللون ونبدأ ندخل في غرزة السلسلة اللي عليها الدور. نعمل أول غرزة عمود بلفة باللون التاني، نبدأ نظبط اللون اللي بعده. نخلي بالنا من الخطوة المهمة في عمل المربعات. زي ما احنا شايفين، احنا بدأنا الغرزة الاولى، الطرف للون البتنجاني او اللون اللي عملنا بيه المربع الاول هيدخل معانا جوه نسيج الغرز للمربع التاني، بحيث اننا نعمل غرز المربع التاني وننقل الخيط اللي معانا او الخيط اللي بدأنا بيه المربع الاول ننقله علشان نعمل المربع اللي بعده بنفس اللون. هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين، اول غرزة عملناها دخل فيها نسيج الخيط، وطبعا الاطراف اللي بننظفها برضو بندخلها معانا لحد ما ننظفها ويكمل بس معانا الخيط اللي بنشتغل بيه. هنبدأ الغرزة التانية، ندخل في غرزة السلسلة اللي عليها الدور. زي ما احنا شايفين معانا جوه النسيج الخيط اللي عملنا بيه المربع الاول، نعمل غرزة العمود بلفة التانية، نبدأ الغرزة التالتة، بعدها الغرزة الرابعة. زي ما احنا شايفين الخيوط مكملة معانا جوه الغرز، بنشتغل الغرز عليها. غرزة العمود بلفة رقم 5، كده اكتمل معانا المربع التاني. هنكمل السطر الاول كله بنتبادل ما بين المربعين دول او اللونين دول. نخلص اللون ده نبدأ اللون اللي بعده. هنبدأ اللون اللي بعده، هناخد الخيط للمربع اللي خلصناه او اللون اللي خلصناه، هو اللي هيدخل معانا جوه النسيج عشان ننقله للمربع اللي بعده. نبدأ زي ما احنا شايفين، نعمل 5 غرز عمود بلفة باللون البتنجاني او اللون اللي عليه الدور، ومعانا جوه النسيج طرف الخيط اللي هننقله. الغرزة الخامسة للمربع التاني، هنسيب طرف الخيط. بعد ما خلصنا ال5 غرز للون ده، ناخد الطرف او ناخد خيط اللون التاني، نبدأ ندخل اللون الاول جوه النسيج اللي هنشتغل فيه. بندخل في غرز السلسلة، وبتكون الغرز بتلف معانا على الخيط، بيدخل جوه
نسيج الغرز بننقله زي ما احنا شايفين علشان نقدر نشتغل بيه المربع اللي بعده. دي هتكون الخطوة الأساسية اللي هنشتغل بيها المربعات. دايما بنعمل المربع بننقل الخيط جوه نسيجه لنهاية المربع أو نهاية الغرز في المربع بحيث نقدر نبدأ بيها المربع اللي بعده بالخيط. بنبدل ما بين اللونين، وزي ما احنا شايفين السطر الأول هو اللي هيأسس معانا للمربعات، هيأسس لعدد الغرز أو عرض كل مربع. كمان هنبدأ نقسم السلسلة للألوان بالمربعات اللي هنعملها. هنكمل بنفس الطريقة، أول سطر كده احنا باقي عندنا 5 غرز هيعملوا اخر مربع. في خطوة هنعملها هتكون مريحة معانا في تبديل الالوان في السطر التاني، اخر مربع او المربع اللي قبل الاخير هنسيب طرف الخيط مش هندخله في نسيج المربع الاخير، وهيبان مع بعض احنا الخطوة دي هتغير معانا او هتفرق معانا في ايه. هنكمل اخر 5 غرز زي ما احنا شايفين ما دخلناش طرف الخيط للمربع اللي قبله معانا في نسيج ال5 غرز. هنبدأ السطر التاني. احنا عندنا كل مربع هيكون عرضه 5 غرز عمود بلفة وطوله سطرين، فهيكون السطر التاني بنفس الألوان. هنبدأ السطر التاني، هنبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع ونبتدي نشتغل في ال4 غرز اللي باقيين بغرز العمود بلفة باللون ده. زي ما احنا شايفين احنا الخطوة اللي عملناها لما سيبنا الخيط للمربع اللي قبل الاخير هتسهل معانا اننا نبدأ المربع بنفس اللون. لو كنا دخلناه في نسيج المربع الاخير كان الطرف ده هيكون هينتهي او هنبدأ ندخله من بداية المربع في السطر الجديد، كان هيعمل خطوة او شكل مش كويس. فدي اسهل علينا، الخطوة دي اسهل بحيث زي ما احنا شايفين نبدأ على طول المربع بالخيط من غير ما ندخله أو نعمل أي خيوط زيادة. زي ما احنا شايفين الخطوة دي هنعملها في نهاية كل سطر بحيث تظبط معانا الشكل النهائي، ما تعملش معانا أطراف لخيوط مش محتاجينها. هنبدأ نكمل السطر التاني بنفس الطريقة، كل مربع بنعمل فيه ال5 غرز عمود بلفة بيكونوا بنفس اللون وبيكون الخيط للمربع اللي قبله داخل معانا في النسيج، وننقله للمربع اللي بعده عشان نعمل بيه ال5 غرز اللي هيكملوا معانا المربع، ونبدأ ناخد طرف الخيط التاني ندخله معانا عشان ننقله للمربع بتاعه اللي عليه الدور. هنكمل زي ما وضحنا السطر التاني في المربعات الأولى. هنكمل طبعا بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين عملنا المربعات الأولى أو أول سطر من المربعات. كل مربع زي ما وضحنا بيتكون من سطرين وعرضه 5 غرز عمود بلفة. العرض هيبقى ثابت معانا في عرض كل مربع في كل السطور، أما اللي هيتغير معانا وبرضو الطول، كل مربع برضو هيكون سطرين، اللي هيتغير معانا هو ترتيب الألوان. هنبدأ في السطر التاني نخلي اللون ده هو اللون الأول، وهندخل اللون التالت هيكون فوق اللون الكافي. هنبتدي زي ما احنا شايفين هنقص الخيط البتنجاني، خلاص مش هيكون معانا في السطر التاني. هنبدأ ناخد الخيط الكافي ده نرجع بيه لأول غرزة بحيث نبدأ بيه المربع، ونبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وطبعا أطراف الخيوط اللي هننضفها هتكون معانا، وهنبدأ زي ما احنا شايفين نعمل غرز المربع الأول، الغرزة رقم 5. هنسيب الخيط
للون الأول ونبدأ ندخل اللون الجديد أو اللون الثالث، ندخل اللون الأصفر، نبدأ بالمربع الثاني. طبعا أطراف الخيوط هتكون كتير لكن كلها لازم تدخل معانا، الطرف اللي هننضفه من اللون الجديد وطرف اللون البتنجاني برضو اللي بننضفه مع الخيط للون الكافيه اللي احنا بنشتغل بيه في المربعات التانية. نبدأ زي ما احنا شايفين، نكمل نعمل فوق المربع اللي باللون الكافيه ده، هيكون مكان المربع اللي باللون الأصفر. كل اللي بيتغير معانا في السطر التاني هو تبديل المربعات أو تغيير الألوان، لكن طريقة عمل المربعات بتكون واحدة. زي ما احنا شايفين هناخد طرف الخيط الأصفر وناخد اللون الكافيه زي ما احنا شايفين، نبتدي نشتغل بيه المربع اللي عليه الدور بنفس الطريقة وبنفس الترتيب اللي اشتغلناه في المربع اللي قبله. وطبعا ده السطر الأول في المربع، هنعمل السطر التاني بنفس الألوان بحيث نكون سطر تاني بمربعات تانية هتكون نفس ارتفاع المربعات اللي في السطر الأول. هنكمل زي ما احنا شايفين الجزء أو النص الأول المربع بالألوان دي بنفس الطريقة. بعد ما حددنا أماكن الألوان في المربعات أو السطر التاني للمربعات، كده زي ما احنا شايفين كملنا السطر الأول للسطر التاني من المربعات أو للمربع التاني. هنبدأ السطر التاني، نبدأ زي ما احنا شايفين نكمل بنفس اللون السطر التاني للمربع ده، نبدأ نسيب الخيط ناخده معانا في النسيج وناخد اللون الأصفر زي ما احنا شايفين كنا سايبينه في السطر اللي فات بعد نهاية المربع ده عشان نقدر نستخدمه في عمل السطر التاني بسهولة. دخل الخيط معانا جوه نسيج المربع ونكمل السطر التاني للمربع اللي باللون الأصفر، وهنكمل السطر التاني لباقي المربعات بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا السطر التاني للسطر التاني لكل مربع وكوننا سطر تاني من المربعات باللون اللونين الكافيه والاصفر، هنرجع تاني نعمل السطر اللي بعده بنفس الوان السطر الاول. هنبدأ باللون البتنجاني وننقل اللون الكافيه يكون فوق اللون الاصفر، وده الترتيب اللي هنكمل بيه باقي المربعات علشان يبدأ يدينا شكل الكروت. هنبدأ نوصل اللون البتنجاني ونبتدي بنفس الطريقة نعمل مربع باللون البتنجاني بخمس غرز عمود بلفة وعبارة عن سطرين، ونكمل بعده نسيب الخيط البتنجاني وناخد اللون الكافيه نبتدي نعمل المربع اللي بعده زي ما وضحنا فوق المربع الأصفر. وهنكمل بنفس الترتيب باقي النسيج كله بنفس طريقة عمل المربعات ونفس ترتيب الألوان في كل سطر. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا السطور والمربعات زي ما احنا شايفين تبادل الألوان ما بين المربعات، وعملنا 20 سطر وتكون معانا 10 مربعات. تقريبا الطول هيكون 22 سنتي والعرض 24 سنتي، يعني تقريبا الشكل معانا مربع. وهنظبط عدد السطور او عدد المربعات على القدم بحيث انها تلف على النسيج، يلف على القدم كلها وتتلاقى السطرين البداية والنهاية للنسيج زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بحيث اننا هنقفلهم مع بعض عند الجزء الامامي من القدم
فهنحدد العرض من هنا لما هنكون عايزين نغير المقاس. كمان زي ما وضحنا سلسلة البداية بتتحدد معانا بطول القدم. هنبدأ دلوقتي نعمل الخطوات اللي هنكمل بيها السليبر. زي ما احنا شايفين عندنا سلسلة البداية اللي كانت باللون البتنجاني عاملة معانا في بداية النسيج خط أو سطر من اللون البتنجاني. هنعمل في الجنب التاني برضو سطر هيكون بغرز الحشو. هنوصل الخيط ونعمل غرزة سلسلة ونبدأ زي ما وضحنا نعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. هنعمل سطر واحد من غرز الحشو الفردية. هنمشي زي ما احنا شايفين بترتيب الغرز وأطراف الخيوط برضو هندخلها معانا للتنظيف. كده زي ما احنا شايفين عملنا السطر من غرز الحشو. هنبدأ دلوقتي نقفل الجنبين دول على بعض نكون شكل السليبر أو جزء الوش. هنبدأ قبل ما نقفل الجنبين دول على بعض نبتدي نقفل الجزء الأمامي اللي عند الصوابع. هنختار أي جنب من الجنبين ونبتدي نعمل تجمعات نجمع الجزء ده نقفله مع بعضه. هنبدأ ندخل في الغرز زي ما احنا شايفين نسحب الخيط وما نقفلش نروح للجزء التاني في جنب الغرزة. عند كل غرزة او مقابل لكل سطر هنعمل حلقتين ومش هنقفل. السطر اللي بعده او الغرزة اللي عليها الدور هنعمل عندها حلقتين ونحاول نجمع على قد ما نقدر على الإبرة حلقات نقفلها مع بعضها بحيث تضم أكبر جزء نقدر نضمه في مرة واحدة. زي ما احنا شايفين بنجمع الحلقات على الإبرة ولسه ما قفلناهاش. ممكن لو ما قدرناش نعمل الخطوة دي بإبرة الكروشيه نقدر نعملها بإبرة التنظيف نوصل فيها خيط ونحاول نضم اكتر اجزاء معانا نضمها على بعضها. زي ما احنا شايفين هنكتفي بالعدد ده من الحلقات ونبتدي نعدي الخيط منها بالراحة من كل الحلقات. نضمهم كويس ونبدأ نجمع جزء تاني او عدد تاني من الحلقات نضمها مع بعض بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين جمعنا او ضمينا السطر كله في اكتر عدد حلقات قدرنا نعملها. هنحاول نقفل الجزء ده هنحاول نقفلهم نضمهم على بعض. ونحاول نقفل الجزء ده خالص ما يكونش فيه فتحات. نعمل تاني
زي ما احنا شايفين بالشكل ده قفلناه. نبتدي نقلب على الجنب التاني، نخلي الجزء اللي احنا قفلناه او ضمناه ده جوه، ونبدأ زي ما احنا شايفين ده هيكون الجزء جزء الصوابع. نبتدي نقفل الجنب او نهاية السطر ده، الغرز دي، الجنب ده مع الجنب ده. هنبتدي نعدي الإبرة من كل غرزتين متقابلتين في الجنبين، زي ما احنا شايفين الغرزة دي ندخل في الغرزة المقابلة ليها ونعدي، زي ما احنا شايفين الحلقة، نعدي نلف الخيط على الإبرة ونعديه، فنعمل غرزة حشو توصل. ندخل في الغرزة اللي عليها الدور وندخل في الغرزة المقابلة ليها، نسحب الخيط نعديه من الغرزتين ونلف الخيط ونعديه من الحلقتين، فنكون غرزة حشو توصلهم. ونبتدي زي ما احنا شايفين نوصل الغرز المقابلة لبعض كل غرزتين بالترتيب، ونوصلهم بغرزة حشو. كده زي ما احنا شايفين وصلنا الجزء الامامي. هنوصل لحد بداية الساق، هنعمل الفتحة مكان الساق. طبعا احنا عملنا غرز الحشو هتكون عاملة خط بارز في الجزء الامامي او الجزء الخارجي للسليبر. هنبدأ نوصل الجزء اللي عند الكعب، لكن هنوصله من الظهر، هنقلب النسيج على الظهر ونبتدي نوصل الخيط عند بداية الغرز لكل جنب. هنوصل بنفس الطريقة برضو كل غرزتين. احنا هيكون عندنا في الجوانب دي مفيش غرز واضحة، هيكون عند كل سطر او مقابل لكل سطر غرزتين نوصل عندهم. هندخل مرتين في الجنب لكل غرزة، نعدي الخيط، لكن هنوصل بغرزة منزلقة. احنا وصلنا في الجزء الامامي بغرز حشو، هنوصل في الجزء الخلفي او جزء الكعب بغرز منزلقة. هنبدأ نمشي بترتيب الغرز، الغرز المتقابلة كلها، هنوصل كل غرزتين متقابلتين او الاجزاء المتقابلة لبعض بغرز منزلقة. زي ما احنا شايفين ماشيين بترتيب الغرز، بنوصل الغرز المقابلة لبعض بغرز منزلقة. هنيجي في التلت الأخير من الجزء ده، تقريبا حوالي عن خمس آخر خمس سطور مقابلين لبعض، هنبتدي نعمل الغرز، نوصل أكتر من غرزة مع بعض. زي ما احنا شايفين هندخل في الغرزة ومش هنقفل، ندخل في الغرزة اللي بعدها ومش هنقفلها، تلاتة أربعة، ونبدأ نقفلهم بعد الحلقة الرابعة، نقفلهم كلهم مع بعض ونروح للغرز اللي عليها الدور، نبتدي نقفل برضو مع بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة، ونضمهم مع بعض ونقفل كده في النهاية، بحيث الجزء ده يكون فيه منحنى بعد ما نضم الأجزاء أو الغرز دي مع بعضها. زي ما احنا شايفين عند حوالي آخر أربع سطور على الجنبين بنوصلهم مع بعض، عملنا أربع حلقات أو أربع غرز قفلناهم مع بعض وأربع غرز قفلناهم مع بعض. زي ما احنا شايفين هيبان أكتر في شكل السليبر. هنقفل الجزء ده،
نقلب على الجزء الخارجي زي ما احنا شايفين الجزء اللي ضمناه او الغرز اللي ضمناها مع بعض عملت معانا منحنى عند الكعب، وكده زي ما احنا شايفين اكتمل معانا شكل السليبر، اخد شكل القدم. هنبدأ نعمل الجزء العلوي او اللي هيكون على الساق. احنا هنعمل الجزء ده باللون البتنجاني، لكن هنستخدم في الشرح اللون الكافيه علشان الغرز تكون واضحه. هنبدأ عند مكان وصل الجزء الاخير للكعب، نبدأ نوصل الخيط ونعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، ونبتدي زي ما احنا شايفين الغرز في الجزء ده واضحة. هنبدأ نعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة، ده في السطر الأول أو في اللفة الأولى. زي ما احنا شايفين ماشيين بترتيب الغرز، في كل غرزة بنعمل غرزة عمود بلفة واحدة. كده وصلنا لآخر غرزة عمود بلفة في أول لفة عملناها عند الساق. هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة عند السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع. هنبدأ اللفة الثانية، هنبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وبدءا من اللفة الثانية، اللفة الثانية والثالثة هنشتغل بغرز العمود بلفة الأمامية. هنبتدي زي ما احنا شايفين اللفة الأولى هي الأساس اللي هنبدأ نعمل فيها غرز العمود بلفة الأمامية. هنعدي الإبرة من ورا الغرزة، مش بندخل في لفات الغرزة العلوية، احنا بنلف من ورا الغرزة بالإبرة. نبتدي نعدي الخيط من وراها ونبدأ نكمل غرزة العمود بلفة، فيتكون معانا عمود بلفة أمامي. نلف الخيط ونروح ورا الغرزة اللي عليها الدور، نسحب الخيط ونعديه من ورا الغرزة ونكمل عمل غرزة العمود بلفة الأمامية. الغرزة اللي عليها الدور نعدي الخيط من وراها ونكمل غرزة العمود بلفة الأمامية، ونشتغل كل الغرز بنفس الطريقة. كل الغرز في اللفة التانية والتالتة هتكون بغرز العمود بلفة الأمامية. وطبعا أي غرزة اشتغلنا بيها في الفيديو نقدر نرجع، لو حابين نشوف شرحها بالتفصيل نرجع للفيديو المخصص ليها في فيديوهات الغرز في أساسيات الكروشيه على قناة. هنكمل زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، كل غرزة بنعدي الإبرة من وراها ونعدي الخيط برضو من وراها ونكمل عمل غرزة العمود بلفة، فيتكون عندنا عمود بلفة أمامي. هنعمل لآخر اللفة التانية واللفة التالتة بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا السطور اللي عملناها بغرز العمود بلفة الأمامية اكتمل معانا الجزء اللي هيغطي جزء من الساق. وطبعا لو حبينا نطوله هنزود في عدد اللفات اللي عملنا بيها الجزء ده، كمان ممكن نتنيه لو حابين بالشكل ده أو نسيبه مفرود على حسب رغبتنا. بنفس الطريقة وبنفس الخطوات وبنفس الترتيب هنعمل الرجل التانية. كده زي ما احنا شايفين بعد ما نفذنا الرجل التانية بكده اكتمل معانا السليبر. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.